البنات كي دايرين لاباس عليكم جيسبر تكونوا بخير وعلى خير واموركم احوالكم طيبه لا فيديو ديال اليوم غتكون اون فيديو غوسيت المهم بعدا كاينه بغيت نقول شابو تبارك الله على الناس ديال الكيك ديزاين لحقاش خصكم الصبر والوقت والخاطر فريمون زعما تصيب هكا ان غاتو ديال كيك ديزاين فيه الخدمه بزاف 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 ايام وايام فريمون ماشي ساعات دونك ما تبقاوش تشطروا معاه مع باكم بالتعامل لحقاش الثمن اللي كيطلبوا راه صغير غير دوتو قدام هذيك الخدمه اللي كيديروا وبغيت نشكر اسماء سوما ديليس مسكينه تعذبات معايا فهاد غاتو بقيت كلشي مره كنعيط ليها خسرات لي لا كريمون بوغ عيط ليها المهم كانت خاصها لي تكنيك وداكشي باش قديت لو غاتو اللي غنوري لكم اوا قولي هاد السطخي مطيحه وتدقي صيبت هاد الكاطو هذا كما كتشوفوا نحط لكم ان فيديو قريبه دونك تيم ديال برينسيس ديال ديزني ديال بوغ مانيس عندها لانيفيرسير جويز انيفيرسير حبيبتي جويز انيفيرسير ليلى واسمع حتى هي دونك وليليا حتى هي اختك عاليه دونك كما قلت لكم قديتو هكا غير بلا كريم او بور نتوما كتشوفوا ما كاينش لا باتا سكر اللور لحقاش فريمون لا باتا سكر فيها الخدمه بزاف وبعد ما كتهرس وداكشي وما كتكالش زعما دونك سا سير ريان شوف شحال زويون جون سوي فيير زعما بعد واخا زعما كاينه زعما ماشي لي با بارفي ولكن شوي فيير د هاد الشكل وداكشي بغيف بلا ما نزيد نطول عليكم الهضره ندخلوا انصامبل كوزينه ونحط هذا اللي يمشي تقلب ليا نصدقوا في لعب الدراري ندخلوا انصامبل كوزينه نصايبوا هادشي بغيت نقول لكم انا لا فيديو ما تكونش بارفيت لحقاش مره كديشارجا ليا لاباري وحتى كنكون خدامه مثلا حتى 3 الصباح ولا 2 الصباح سوا كديشارجا سوا كتكوني مع الصبا مع شي حيد انت كتكوني مع الصبا مع شي كريم ولا شي حاجه دونك اللي ما مصورش راه غنشرح لكم هكا بفوا اوف بلا ما نزيد نطول الهضره يلا ندوزو للكوزينه انصامبل بالنسبه للجينواز غنحتاجو لها واحد 240 غرام ديال الطحين 240 غرام ديال السنيده و 8 ديال البيضات وشويه ديال الفاني هادشي بوغ ان مول ديال 18 سنتيمتر هنا غنديروا البيض ديال البيض كيف ما قالت اسماء خص لي بول يكون ناشف ما يكون فيه لا زيت لا ماء وغادي نطربو واحد شويه ونبدا نزيد عليه على ثلاثه المرحلات السكر ديالنا اون فوا طلعنا البيض ديال البيض مزيان غنزيدو عليه الصفر ديالنا على ثلاثه ديال المراحل صافي هنا بعد ما كملنا التطراب ديال الصفر والبيض غتعطينا اون موس بحال هكا دابا غادي نزيدو عليها الطحين غادي نحاولو نغربلو ونبقاو نزيدو بشويه وشويه وحنا كنخلطو المهم انا راه زدت شويه ديال لافاني مع سميتو نعم واو شويه ديال لافاني باش تحيد الريحه ديال البيض راكم عارفين تمنيه البيضه تخرج حتى شويه الريحه دونك زدت فيه واحد شويه ديال الفاني نتبع غير الطريقه ديال الاسماء غنبقى نحرك فيها هكا من الفوق لتحت باش ما تهرس هنا قديت لو مول المهم الا بغيتو تعرفوا زعما دي تكنيك وداكشي لي زاستوس ديال كيك ديزاين غنخلي لكم لو ليان ديال الاسماء اللي المهم هي بروفيسيونيل احسن مني المهم انا هنا ما درتش عندي لو مول ولكن جاني عريض بزاف انا بغيت ان مول غير ديال 18 سنتيمتر درت غير هذه ديال تيفال نتوما هادي اللي عندكم صافي درت ليها البابي كويسون درت شويه ديال الزيت ودرت عليها بابي كويسون دابا كملت الخليط ديال الكاطو ولا ديال الجينواز ديالي غادي نبدا هنا خص ضروري ديري هاد التشوميزي دو فاصون اسكو يجي طالع على بابي كويسون يجي طالع على لو مول باش تخلي ليها فين طلع هنا الفران درتو يسخن على 150 درجه غادي ندخلها واحد 40 حتى 45 دقيقه كيف ما راكم عارفين الجينواز والكيك ما تحلوش عليهم نهائيا حتى تكمل الطياب ديالهم صافي ان توصل 40 دقيقه ديك الساعه تحلو عليها تخليها واحد 5 دقائق في الفران طافي من بعد تجبدوها تخليوها حتى تبرد وتحيدوها من الليمون كيف ما كتشوفوا انا راه كنطلع اكثر ولكن راكم عارفين كيرجع كيهبط داكشي من بعد فوالا غادي نحيدو ليها الليمون ديالها بشويه ونخليوها تبرد كومبليتمون ديك الساعه نقطعوها وبالنسبه للتقطاع ديالها غناخذ واحد المسطره اللي كنا مخصصين هاد الحلويات نقطعوها على جوج ابخي هادوك جوج نصوص نعاود نقطعوهم على جوج غيعطيونا هكا اربعه ديال الطريفات سيغت ما غيجوش زعما كاينه القياس ديالهم اكزاكت 100% مي غادي يجيو تقريبا قياس واحد بالنسبه لا كريم او بور مورينغ سويس ولا الكريمه ديال الزبده اللي غادي نديروها على الخارج ديال الكاطو غنحتاجو ليها واحد 8 ديال البياض ديال البيض غنحتاجو لواحد 260 غرام ديال السكر سنيده غادي نحتاجو اوسي لواحد شويه ديال ليكستري ديال الفاني ليكستري ديال الفاني ولا كنتو غديروا سكر فاني ما تنقصوا من السكر لحقاش سينو غادي تجيكم حلوه بزاف وبالنسبه للزبده غادي نحتاجو واحد 460 غرام ديال الزبده خصها تكون ميدمه مزيان يكون فيها هنايا تبان لكم
مكتوبه 2 زعما فوق من 80 غرام ديال 80% ديال ماتيغ غراس. راه تبان لكم الفوق 82% ماتيغ غراس. انا كندير هادي لحقاش كيف ما قالت لي اسماء اللون ديالها ابيض. الا كنتو باغين نتوما لا كريمون بور تجيكم بيضه شويه، ماشي بيضه زعما بحال لا نيج، مي بون كتجي بحال الايفوار بحال بلون كاسي. وبنين المذاق ديالي غادي نحتاجو الترمومتر ديال الطياب هذا بحال هكا، حيت خصنا ملي نكونو كنخدمو هذيك لا ميرينغ ديالنا توصل لينا ل 60 درجة، وديك الساعة نحيدوها من فوق من الباب. هنا غادي ناخدو لو بول ديال الروبو ديالي غنحطوه فوق من الكاسرونة اون بان ماري، وغادي نبداو نديرو البيض ونزيدو عليه السكر ونطربو غير بإيدينا دغيا دغيا على ما توصل لينا ل 60 درجة. خص الحرارة توصل لينا ل 60 درجة. جبتو الباتور ولا الروبو نجهد عليه ونخليه يطرب مزيان، ونبدا نزيد الزبده بشويه بشويه هي والفاني. هنا باش تفاداو الخطا اللي وقع لي انا خسرت لي لا كريمو بور، مي بخا يبان لكم البياض ديال البيض ولا فحال هكا اونيج ما تزيدوش الزبده سوغ بلاص، بقاو مازال تزيدو طربوه حتى يبرد لحقاش يكون باقي دافي، وتزيد عليه الزبده كتخسر لكم الكريمه ديال الزبده. هاد اللقطه هادي ما صورتهاش، كنت معصبه ديك الساعه حيت ما صدقاتليش في الاول. المهم الكريمه ديال الزبده خصها تجي شاده في راسها، وملي تهزها بالمعلقه وتقلبي ما طيحش تبقى شاده بحال هكا. بور لا شانتيي ماسكاربون غنحتاج ليها ماسكاربون بيان سور، غنحتاج لا كريم ليكيد انتيير 30% للفوق. هنا غندير 25 سنتيمتر، المهم هنا غيبان ليكم 20 غنزيد مازال واحد شويه، وغندير الدوبل ديالها ديال ماسكاربون، واحد 40 غرام ديال السكر كلاصي، حيت غادي نزيد فيها لا باتا تارتيني ديال الشوكولاته. الا ما كنتش غادي ندير هادي غندير غير شويه، غندير اكثر ديال السكر كلاصي. دونك فوالي فوالو، هذا تقدر ديرو في بلاصتو سميتو نوتيلا، ماشي ضروري. هذا غادي ندير واحد من واحد جوج معالق كبار، وغادي نبداو نطربوها. خص كلشي يكون بارد، لو بول ديالنا و هذوك الرجيلات ديال الطراب. غنطرب هادشي هو الاول لا كريم مع الماسكاربون، ومن بعد نزيد عليهم الشوكولات. والخطا الثاني اللي درت هو انني من بعد ما طربت الماسكاربون ولا كريم وطلعوا شدوا في راسهم مزيان، زدت هذيك لاباتا تارتيني وبقيت كنطرب بزاف، الوغ كو خصك ملي تزيدها تحرك غير بلا سباتول دغيا دغيا باش تعطيك هاد النتيجه هادي كما كتشوفوا شاده في راسها. المهم هنا راه عاودتها كانت خسرات وعاودتها. غادي نحتاج واحد لو بلاطو تورنو غيسهل لينا العمليه بزاف. غنديروا واحد لا سيمين هكا ديال الكاطو، غنديروا فيها شويه ديال لا كريمون بور، نحطوا الجينواز ديالنا. بالنسبه للسقي انا غادي نسقيه هنا بالحليبه وبالسيرو ديال النوازيت، ما حلوش بزاف، ما بغيتش نصيب هذاك السيرو ديال الموسكار غادي كيحليها بزاف. دونك فوالا غادي نسقيهم عادي بحال هكا، وابخي غادي ندوزو للمرحله الجايه. غادي نبداو المرحله ديال الفوغاج وديال الكوفرتور. غناخذوا لي كريم ديالنا غنديروهم في البوشادوي كما كتشوفوا باش يسهلوا علينا الخدمه. انا غادي ندير فيهم انا الشوكولا لداخل، غندير عندي حبيبات ديال ليون، وعندي هذاك الشوكولا ديال شوكوبون. المهم نتوما لداخل ديروا لي بغيتو، ديروا لي فروي ساك، ديروا لي فروي العاديين، المهم داكشي على حسب الذوق ديالكم. انا غادي ندير شويه ديال البرالان، غادي ندير شويه ديال الفويتين بور لو كروكون. حاولت ندير هذا الاناء هذا ولا ما عرفتش شنو سميتو، هذا لو سيركل، باش يعاونني في الاول بحال هكا. الا ما كانش عندكم ماشي مشكل، المهم هو انكم ديروا دي بودان من لا كريمون بور ديالكم، سواء لا كريمون بور ولا كنتو خدامي بالكناش ديروها، ضروري ديرو هادي في جنب باش ما يخرجش لكم ديك الحشوه اللي غتكون لداخل. الا ما درتوهاش وجيتو ديريكتومون عمرتو مثلا بشانتيي ماسكاربون ولا المهم نتوما شنو دايرين لداخل غادي تخرج لكم. دونك كنديروها هي الاولى، المهم انا كنحكر عليها، كنديروها هي الاولى هذيك سميتو كحاجز، وعاش من الداخل كنبداو نعمرو كيف ما بغينا. صافي غادي نبقاو بحال هكا خدامين طبقه بطبقه طبقه بطبقه. فيو كو لو سيركل عندي معاليش بزاف، واحد الوقت غادي نحيدو غادي نخدم عادي كوم سا، حتى الناس اللي ما عندهمش لو سيركل غادي يشوفوا، وانتم راه عينكم ميزانكم كتبقاو تقادو الكاطو بيديكم باش ما يجيش مايل لواحد الجهه. صافي دابا هنا غندخلو للثلاجه واحد 5 دقائق على ما تشد الزبده مزيان، عادش نخرجو ونديرو لا كوفيرتور ديالنا. بالنسبه لا كوفيرتور غناخدو لا بوشه دوي نشدوها اوريزونتالمون كما كتشوفوا، غادي نحاولوا نعمروا الكاطو ديالنا كامل من التحت حتى الفوق، ديروا دي بودان بحال هكا. ابري غادي نليسيو هادشي كامل. غنحتاجو بيان سور واحد الاداه اللي هي سميتها لو كوبات، الا ما عندكمش تقدروا تستعملوا داك المثلث ديال اللي كنا كنستعملوا في الماط ولا ليكير، هذاك حتى هو كيعاونكم باش تحصلوا على لي بور يكونوا دغوا يكونوا واقفين. المهم غنبقاو نخدموا بحال هكا كما كيبان لكم في لا فيديو، حنا كندورو حنا كنخدمو حنا كندورو حنا كنليسيو، فيما بالنا شي بلاصه خاويه نعمروها بلا كريم. بالنسبه للفوق الا شفتوا راه درت عاوتاني واحد لو بودان من الفوق ديال الكاطو، وغادي نبدا نخدمو. المهم ما غاديش نعرف نعبر مزيان، غنخليكم على فيديو غادي تشرح لكم كل شيء باين مزيان في لا فيديو نورمالمون.
هنا دخلت الثلاجة واحد 10 ولا 15 دقيقة. ابخي باش خرجتها كما كتشوفوا في الموس حاولت نقاد هذوك لي بور كنحيد هذوك الزوائد كاملين اللي بقاو خارجين فاش كنت كنلست. بالنسبة للتاج من الأحسن صيبوه ليلة قبل ونخليوه يكرم هكا في غير على برا. درتو هنا دورتو على واحد القريعة تكون عريض الشكل ديالها باش تشد لينا الفورمة ديال التاج. وابخي غادي نصيب هذيك البلاكة البيضاء اللي غيجيو فوق منها لي برينسيس وغادي نزوقها غير من الفوق بواحد شويه ديال الدوري. هنا سي لا بودغ دوري مخلطه مع ليكستري ديال السيترون. بالنسبه لذاك المول راه كاين في الي اكسبريس حتى هو وغنخلي لكم في لا ديسكريبسيون هو ولا سميتو هو ولا بودغ دوري. وغادي نبدا باحسن مرحله عندي في الكيك ديزاين هي لا ديكوراسيون. المهم هنا لصقت هذيك اللي صيبت معكم ديال لاباتا سكر بيضاء لصقت هذيك التاج. هنا كما كيبان لكم هادو اوراق السكر ولا لي فوي دو سكر اللي كتامبريموهم. كاين بزاف ديال لي سيت نخليهم لكم في لا ديسكريبسيون. كتختاروا التصاور اللي بغيتو من بينتيرست وابري كتامبريموهم على ورق السكر. ما بغيتوش ديروا ورق السكر تقدروا ديروهم في ورقه عاديه لانهم كما غتشوفوا غتلصقوهم على لاباتا سكر دونك ما يكونوش غيتكالو يجيو كاين حاجز بينهم وبين الكاطو. هنا لصقتهم غير بهذيك لا كريمون بور اللي بقات ليا كما شفتوا هكا وغادي ندوز ندير لهم الكسيوات ديالهم. بالنسبه لي روب الا عندكم الخاطر عطيهم وقتهم صيبهم بلا باتا سكر. ما عندكمش كتعصبوا كتقلقوا امبريميوهم امبريميو هكا لي برينسيس بلي روب ديالهم. المهم انا صورتهم لكم من زوايا مختلفه ولكن لونغ اللي بان مزيان هو ديال بلانش نيج. داكشي هو اللي خليته في لا فيديو باش نخلي كلهم باينين حيت ما غاديش تفهموا مزيان. ما هنايا ديال بلانش نيج نورمالمون واضح كما شفتوا غنحطوا سميتها لا جوب ولا لا روب. ما احتاجو لا كول لا حتى شي حاجه غير بلا باتا سكر نفسها هي اللي كتلصق مع او بيغ زيد واحد شويه الماء في البانسو مي سينو راه كتلصق فاسيلمون. فوالا ابري غادي ندوزو نقادو لا كو دو سيرين ديال اريال ديال لا برينسيس اريال. كما كتشوفوا في لا فيديو راه واضحه درتها بلا باتا سكر فيرت خدمتها بحال هكا بقيت كنموديلي فيها غير بايديا. الا عندكم لو مول ديالها من احسن ما عندكم سي با غراف. صافي غنزوقها غنلصقها بشويه ديال الماء باش تلصق ليا مزيان وهنا درت لها شويه ديال لي بايات دوري. التاج ديالنا من بعد ما نشف مهم الاول تخسر ليا وهذا الثاني واخا داكشي راه تشقق شويه. درت فيه واحد الكويرات ديال الباتا سكر صيبت هكا بيلات صغيورين دهنتهم اولا زوقتهم بلا بودغ دوري مخلطه مع السيترون. صافي هنا غادي نحطو فوق من الكاطو ديالنا وغادي ندير واحد الورده سميتو اصطناعيه ولا اون فلور ارتيفيسيال غادي ندير لها الفيلم اليمونتير ونحطها بحال هكا وغادي يجي هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا. جيسبر هاد لا فيديو تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها شي حاجه واخا غير شي تكنيك واخا غير وحده فهم الناس اللي متبعين استفدوا شي حاجه جديده باش يقادوا بحال هاد لو كادو. سورسو نقول لكم تهلاو فراسكم يا تري بيانتو في اون نوفيل فيديو ان شاء الله.